السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، مرحبا بكم في حلقه جديده في حد الغربيه. اجي نشوفوا تسمن الحواله شحال كاين هنا. والله كاين اللي عايد 150 260 250، يعني الخير موجود، الخير مهرق. عطونا 250 هاد الحاولي نشريو دابا حنا. دابا نصوما صوما غالي نتو السوق صوما كلشي دابا طيحونا من الان طيحونا من الثمن 160 فرنك لي سواد عايز جمرود 220 هذيك على الكيلو ديال 1500 درهم فيها 10 كيلو. قولوا نصوما اللي كطلعوا السوق نصوما. لا والو كاين شي الغلا مره اليوم ما نزيدو ندورو عقلعنا السوق. مشاي خلعك نزيد 1000 درهم من العام اللي فات والله. يجيبوا من استراليا ما يطيحش الجوده ديالنا حنا. الحولي ديال برا باسل والحولي ديال هنا حلو. لده كاينه واحد فئه ديال الدراويش مساكن هما اللي كتعرف هما اللي كيعانوا. هذوك الله يرزقهم ولادهم غالبين عليهم، عندهم الاولاد ما كينوضوش يخدموا في الصباح، كينوض بحال عينو ضانا ويصلي الفجر ويتوكل على الله يمشي يخدم. ماما اعطيني نفطر، هنا ما عندناش المرض. ليش النوض الواحد هو ينوض. السلام عليكم. مزيان بخير صحة مزيانة. أحسن صباح في العالم إذا لقيتك. إن شاء الله. إلا قلت لك البركة هذه شحال الثمن ديالها؟ الثمن ديالها زيدي 120 فرنك. هذا العام هذا كيقولوا السوق يكون يعني السوق غالي. إيوا العام غالي كامل ماشي على عاد العام هذا. الثمن مرتفع دابا شوية. الثمن مرتفع. إن شاء الله إلا دخلوا الحوالة إن شاء الله. عاوتاني يكون خير يكون حاجة أخرى. إن شاء الله. جبت سيهم. أثمينة جبتها من الرصانة. هادو دابا كاملين عندك ثمن واحد. ثمن واحد يعني شحال كطلب فيهم؟ كنطلبوا فيها 3000 درهم، كيعطيونا 2500 درهم، كلشي عايد ان شاء الله. تكلم ديك السيد؟ اشري هنا هو هذاك ديب 305. وعاد قلتي 300 قلت 300 ولا؟ أولا جملة ماشي واحد. زعما نديهم هيدا كاملين؟ كاملين. ماشي مزيان. كيفاش جاك الثمن هذا اللي طلب؟ الثمن شوية شقاطة شوية الثمن ماشي. دابا نسيت شحال الجهد ديالك ديك الحاول؟ جهد 2500 بحال هذا. 2500 درهم. 2500 هذاك الشيء. يعني دابا خصك تقز على الناس ديال الحومه كاملين باش تجيب دير غرجه ساعه تقام لك بديك الثمن. خص واحد دابا شي واحد يخلص هذا الشيء كامل وعادي يفرق الثمن. تعاود دير مشكل من عين مع بطاطا وماتيشا عاد الحاولي ب 3000 غلبت عليها بطاطا وماتيشا غلبت عليها. نسينا شحال جهدك هذا العام هذا تشري الحاولي؟ خصني 200 170. جبرتي هذا الثمن هذا اليوم؟ جبروشي. سبقى بلاعي والله وريني انا. الله يحسن شوف الله يحسن الله يحسن العون الفلاح سير الفلاح الله يحسن العون ديالو. كل شيء عيد ان شاء الله. كاين اللي عيد 150 260 250 يعني الخير موجود. الخير مهرق الخير موجود يعني الانسان دابا 250 دابا هذه غاليه وراه قال 300 و300 بالفراده كيطلب. كنطلبوها. شكون عطاك 300؟ عطاونا 250. هاد الحولي نشريوه دابا حنايا. هاد الحولي 160 170 وريني نشريوه. والله قد الحال حتى شحال. وريني. كاين حتى خصك عارف. اسمح لي نهضر معك الله يرحم الوالدين. انسان. الواحد كيمشي على قدره. واش هو في السوق شوف. واش الحولي كيشوا 120 ألف فرنك عندي فيها أنا 190 200 ألف. القطيوت هذا القطيوت هذا أنا بسالة ما قدنيش أنت أنا وابني عاد العون يا أخي. كان الحولي كيسوى 210 كتقول لي 180 190 راه كان العلف كيدير 250 فرنك اليوم. أي علف كيدير 5 دراهم أشري الفرضي هو كتعمل 3500 هذا فارينة 4 دراهم كنديوها. 4 دراهم ونص. 4 دراهم ونص فارينة. شحال كنا كنديوها بجوج دراهم. جوج دراهم. النص بالنص وزايد على النص. دابا سينا دورسي هاد السوق اليوم الصباح كامل دورسي. كامل دورسي داخل وهادي ما خلينا. يعني ما جبرتوش الحاولي. ما عندناش اللي غادي ندي انا غادي نرجع بحالي هايدا انا ما عندنا ما نعملو. يعني قلت تشري على بكري على الله وعسى. وانا ساكن في خوكوش. اشري انا ساكن في خوكوش. عندي الغريسه قلت نتلقوا في الغرسه والحمد لله الخير موجود. الله عاوز تصلى. الله يرحم بابك شري له الشعير شعير الكدا هادي وان شاء الله فيه جويج. إلا قلت لك أكبر حولي عندك هنا شحال الثمن ديالو؟ 3800 درهم. 3800 يعني 3000 درهم و 800 هذا 800 درهم. هذا هو أكبر حولي اللي عندك هنايا. مين من جاي يكون؟ هذا جاي من خنيفرة وجا لهنا تربى عندنا في البلاد ربيناه وكلناه جبناه صغير 160 170
ايوا الحق الوقت المناسب ادعي كنقولوا نبدلوا الفلوس، ولكن الفلوس ما عاد تبدلش على التحرك هذه، فبقى لها التبديل ان الخطيه فيها. يعني السوق مزير نقولوا شويه. السوق ما كاينش، الشاري الغلا كاين والشاري ما كاينش، ما كاين حتى واحد كيشري. شوف شي واحد خارج شي خروف. مع دابا البدايه دابا الانسان يلاه كيجي كيسقسي كيشوف. دابا الانسان ان شاء الله غادي مع البطاطا ومطيشه كيقادد الوقت، ما قليل اللي كياكل نص كيلو د اللحم مسكين من الحد لحد نص سيمانه. دابا مثلا كاين واحد فئه الدراويش المساكين اللي ما يقدروش يشريو هاد الحوالي. الله يرزقهم، دعيو معاهم ساكن، الله يرزقهم الصبر، والله يرزقهم الحلال. يعني يقدروا يجبروا الحوالي ديالهم 1500 درهم. يجبروا 220، هذيك على الكذوب ديال 1500 درهم فيها 10 كيلو. برافو، يعني فيها السوق. هذيك على الكذوب الدعايات كيكذبوا على الناس. دابا الناس كتشري دابا ولا ساكي قارب العيد كتشري؟ لا حنا دابا البيع والشراء كيكون حتى 10 ايام الاخرى، حتى كيتسهر الشهر عاد كيولي البيع والشراء. بيع والشراء كيخرج دابا غير بيع مع بعضهم كيدوروا، ما كاين والو، عا البيع والشري هنا هنا صافي، عا كيلاقيو الفداكا تيفرج الله صافي، ما كاين والو. هي كاينه واحد الفئه ديال الدراويش مساكين، هما اللي كتعرف هما اللي كيعانوا. هذوك الله يرزقهم ولادهم غالبين عليهم. عندهم الاولاد ما كينوضوش يخدموا في الصباح، كينوض بحال عينو ضانا ويصلي الفجر ويتوكل على الله يمشي يخدم. ماما اعطيني نفطر، هنا ما عندناش المرض. نوض الواحد وينوض. السلام ورحمة الله. فين كتواجدوا دابا حاليا؟ واحد الغربية اخاي. دابا لا قلت لك سينا واش دائما واحد الغربية ولا كتمشي كل سوق كتمشي معاه؟ كل سوق لا ندوروا فيها الخوات، اثنين سيدي يماني لا اربع القصار، اي بلاصة كنمشيو ليها. يعني نقدر نمشي لاي سوق نتلاقاو ان شاء الله. اي سوق نتلاقاو اخاو، حنا بيا عشر رايح، حنا ولاد المينا الخوات. تبارك الله. دابا قلت لك الثمن ديال الحاولي هذا تبارك الله شحال؟ يا اخي 160 فرنك لي سواد. 160 الف فرنك. 160 دابا هذا العام اللي فات شحال كنتي كتبيع شي واحد بحال هذا؟ 140 135 غير هيد. تبارك الله. يا ودابا الثمن طالع اخو على حسب العالف، العالف زادوا فيه. العالف كيدير 5 دراهم الكيلو اخو، تاكل الخروف والبارا كدير 30 درهم، شحال ياكل لك الخروف؟ شحال تبيع الخروف؟ ليش؟ ايوا حنا اللومه كامله كتولي الكساب بوبراني، فهمت؟ دابا نسوما غليتو السوق سوما كل شيء، دابا كل شيء يرجع لكم. دابا الدوله هي اللي جعلت المشكل هذا، الدوله هي اللي عامله هذا الشيء هذا على حساب العالف وكذا وهذا، يطيحوا لنا من العالف يطيحوا لنا من الثمن. برافو. هو العالف الخوه داير 25000 50 كيلو داير 25000، شحال تاكل الخروف؟ شحال باش يوجد لك الخروف؟ شحال السنه كتراب بيفان؟ الدار ديال 8 سنين ولا 10 سنين كتربي الخروف، وتزيد تخسر عليه. ودابا كيقول لك اودي بانه الثمن، كيفاش طيحونا من العلف طيحونا من الثمن؟ برافو. الدوله خصها دير معنا شي حال. دابا بيني وبينك كتشوف دابا ديك الثمن اللي عطيتيني واش الثمن مناسب؟ دابا انا وقع نبيعو 170 ولا 175، كنقول ما بيعو والو، كنقول مازال خاسر عليها انايا، فهمت؟ التماره ديالي، العلف ديالي، السيارات بزاف. الله يكون في العون، والدرويش هو اللي كتجي. الدرويش هو اللي كتجي فيها الخاوة. انت تبارك الله واش كتبيع الحوالة ولا جيتي تشري؟ تنشري ونبيعو وتندير كل شيء للمرض. كيفاش عمل السوق هذا العام؟ السوق تمام. لا من غير السمر، حنا نروحو للسمر. الثمن الثمن خيالي. الثمن غالي. الثمن مشى غالي. العافية شاعل. شني دابا لاحظتي في الدخول هذا ان شاء الله العيد كبير، شني لاحظتي فرق بين السوق هذا العام والعام اللي فات؟ فرق كبير. من ناحيه ديال بزاف زيد 1000 درهم من العام اللي فات والله. يعني اليوم ما نزيدو ندورو عقلعنا السوق. مشايخ الحربيه. السوق طالع شويه اخا ابراهيم هذا العام، الثمن زايد على العام اللي فات. دابا نقولوا الله يكون في العون البياع، الله يكون في العون الشاري، لاي واحد الله يكون في العون، لان على حسب شكون الغلا اخي، العلف غالي وكل شيء غالي. شحال كطلب في هذا الحاويه؟ كطلب 6000 درهم اخي، بجوج بهم 300 اخا ابراهيم. 300 عاد دابا السوق عطيني 480 فرق اخا ابراهيم. ويدك وين خارج انا شي؟ يعني الله يكرمك. ما مخرجناش. عاد كنكريو الطوموبيل دابا حنايا في بيع وشري، عاد صغار كنكريو الطوموبيل ب 50000، طوموبيل ب 50000 وصحابي الباب وشحال شحال حنا في هاد الساعة ما كيبقى لنا والو. يعني ان شاء الله الانسان كيمشي براسه براسه. حنايا البيع وشري كنلعبوا له 2000 فرانك 50 درهم، هذا اللي كنمشي كنقول لك دابا الحولي غالي، راه كنربحوا فيه 100000 فرانك 50 70، راه ما كاينش هاد الشيء. وعارف ديك القضيه دابا اللي كيقولوا دابا كيقولوا نسوما اللي كطلعوا السوق نسوما. لا والو كاينش الغلا مره، دابا سير القرنا سير الجزار كيدي الذبيحه منها كيديها كطيح عليه ب 90 درهم، خريفه كطيح عليه ب 90 درهم، ما كاينش الغلا عند البيع وشري. الفلاح اخي ابراهيم وخا يبيع ما باع ما يخرجش، لان العام كامل هو كيصير هو كيوكل باش يخرج الفلاح وخا يبيع باش ما باع. الفلاح كيبقى طلب شي ثمن كيقول لك هذا راه زايد في الثمن، والانسان راه ما خارجش وخا يطلب اللي يطلب اخي ابراهيم. علاه نقولوا الفلاح كيخدم عام كامل باش يسخر عام كامل باش يخدم هذا الشهر هذا وغير هذا الشهر هذا
شرق من كيبقى على الفلاحه قاعد مسكين هالعام شكارات الغبار دار شحال دارت هاد شكارات الغبار؟ شحال فرق عملت هاد العام؟ و55 الف راك شرينا الغبار العام باش نشريوه باش نرشوه وباش هاد الشيء يطلع لنا الخرطال ويطلع لنا الربيع باش ناكلوا هاد المواشي. خويا دابا يجيبوا هاد الحوله ديال برا ماش عايفكم كيقول لك حنا جايين ندخل الحوله ديال برا حولي مضوا اكثر من الجوده كنبيعوا الجوده نجيبها الجوده كيفاش كنديروا الجوده ديال جيب اي واحد واي كساب شوف هذه الجوده هذه هاي الحوله مرفوع على يدينا خي ابراهيم حنا كنبيعوا الجوده وما احسن جوده هي ديال الحد الغربي يعني ديك الراي ديالك يجيبوا الحواله من هنا خويا جيب الحوله يجيبهم استراليا ما يطيحش الجوده ديالنا حنايا ولا يجيبوه مما بغاو الجوده ديالنا ما كاينش يعني الجوده هي اللي الجوده دابا يعني نسينا كي كنت ثمن عندك طايح على اللي كيبيعوا يشري بزاف انا عندي رخا 110 120 فرنك هادو جاوا من الجهه ديال اش كيقولوا له لا الخميسات خميسات شحال الثمن ديالو 120 فرنك 120 درهم تبارك الله دابا مثلا وهذا شحال الثمن ديالو هذيك 900 درهم هذيك 900 درهم وهادو 120 فين هو اصغر حاولي هو هذاك راهو اصغر حاوليه ياك دابا قلتي لي شحال الثمن ديال هذا هادي 90000 900 درهم يعني هذا كايز الضحيه كايز نسينا خاي سفيان هادو ديال الدراوش الدراوش اصغر حاولي عندك شحال الحاوليه اصغر حاوليه 1000 درهم المخيره ب 1000 درهم مثلا فين يدك 1000 درهم كلها ب 1000 درهم الوحده اللي باش وحده اللي بحالو ب 1000 درهم الحوليه خير ولكن اخويا العلف غالي العلف غالي والوقت عيانا شي شويه عيانا العلف عا كيجي غالي الماكله غاليه باش تصير عليها الكسيبه كطيع غاليه نعطي الكساب اللي كيكسب يقابلها 4 ايام نعطيه وحده باط الله ما يقدر يقابلها حتى نهار وكيجي حتى نهار اللحظه في العام كيقول لك الكسيبه غاليه ما غالياش راه فيها تمره بزاف وخا دخلوه من برا ديالنا فيه الجوده على ديال برا وشنو الفرق بينات؟ الفرق بينات ما عرفتش الحولي ديال برا باسل والحولي ديال هنا حلو لده الحولي ديال برا ما نديش انا حتى ب 1000 درهم لواحد باسل الناس قالوا عسل بلادك ولا عسل البلدان واش تاكلي العسل ديال هنا ولا ديال اللي هذا هنايا ايوا السلام عليكم تبارك الله يا سيدي عندك الحواله تبارك الله الخير موجود واخا دابا عني شي يدي واتقول لي تسام شبر هذا تسام الله يا خاي نقولوا هذا شحال الثمن ديالك هذاك 230 الف تبارك الله 2300 درهم 2300 باقي غير سنه الحليب الرئيسه باقي غزال تبارك الله الله يخليك الثمن مزيون زعما الثمن داخل مفهم وفهم الخير مدخم والخير موجود دابا اللي غنقول ليها بغي يمشي يشري الحاوله نجيو الكاميرا والميكرو وغنمشي نشريو الحواله باش نجيو يلا مرحبا الناس يشوف شنو نقدر نوزو بحال عجيلة خاي والله الا مزيونه خاص تقدر شي تهز اي والله والله الا واعر كيما شفتوا هذه الاسمنه اللي كاينه في حد الغربيه نتمنوا من اللي قرب العيد تكون الاسمنه ناقصه على دابا باش الدرويش ساوى يعيد ونتمنوا ان شاء الله كل شيء يعيد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد